لتحضير بسكوت الزبدة أو بسكوية الزبدة بدنا نص كوب زبدة لينة، 2 كوب طحين أو أقل، نص كوب سكر، بيضة بحرارة الغرفة، معلقة صغيرة فانيلا، معلقة صغيرة بيكنج باودر، وربع معلقة صغيرة ملح. يلا أول إشي، إحنا طالما بنقول حلويات وبدها تفوت فرن دائما خليها في بالك، بيضة بحرارة الغرفة إذا أجت من التلاجة ما بتعطيك القوام المزبوط، فالبيض بيعطيني قوام بسكوت كوكيز أيا كان. إذا حطينا البيضة، كمان رح نحط فانيلا سائلة أو باودر ما بيفرق معانا، بعدين رح نخلطهم مع بعض. حبيتي تخلط بإيدك بالويسك بالماكينة كله بيزبط شو ما كان. أوكي، رح ننزل كمان سكر. هذا القوام من السكر والبيض والفانيلا، حتى لو مش مكتوب بالوصفات دائما الحلويات بلشي بيض إشي يطير الزنخة بعدين السكر مباشرة، لحتى ناخذ هذا اللي هو إشي بيشبه المرنج بس يعني لونه بيكون من لون البيض الصفار اللي كتير خفيف عشان اللون البني بسبب وجود الفانيلا الغامقة. لما بنقول زبدة لينة إذا هيك بحرارة الغرفة، لينة يعني تتحرك بإيدي زي ما بدي بس مش سائلة عشان ما تغلبك في العجن، فقط مشان هيك. فرح نجيب الزبدة، وصراحة حطيت لك طحين أكتر أو أقل، والسبب نسبة الجلوتين بالطحين من بلد لبلد بيختلف، من بيت لبيت، من منتج لمنتج، فأنا عشان نضل بالسليم أنا وياكي دائما حط الطحين درجة درجة، أول ما يتشكل معك عجينة وقفي. يلا بدنا ننزل الطحين، إذا أنت شاكة بلون الطحين أو بنوعه دائما نخلي بدل المرة مرتين لأي نوع من أنواع الحلويات بيساعد كتير، أو إذا كان عندك قديم ممكن فنخلي مرة أو مرتين. نزلي شوي شوي وحركي على الهدف. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نزل كمان شوي من الطحين، لما يصير معك عجينة وقفي. إذا أي شيف في الدنيا ما رح يغشك أكيد بالأول وبالآخر، إحنا كلنا لخدمتكم، ولكن نوع الطحين هو الأساس، هو اللي بيخرب الدنيا حسب نسبة الجلوتين فيه. نحرك شوي شوي عشان ما نعبي المطبخ، بعدين بنرفع السرعة. بسم الله. يلا هنفحص على ايدنا، شوفي كمية الزبدة واضحة، طلعي ولا صار عندي شوية عجين، هذا لحاله زي قوام الكيك شادد شوي، لو فاتت على الفرن رح تصير عجينة، إذا كمية الزبدة عالية، إذا لسه كملي عيار الطحين، يلا نكمل، هلا بنجيك يا شريف يحقك علينا بس عشان نضل هيك مكملين مع الستات. يلا رح نحط كمان شوية الطحين ونرجع شوي شوي ونرفع. يبين معاي بأنه صار في عندي عجينة، طلعي هاي هي. إذن شوفي قديش زاد عندي، تقريبا نص كوب من الطحين. ها لو أنا شكلتها طلعي
بتتشكل معي. إذا هذا هو القوام المطلوب. عجينة ماسكة حالها، أعجنها بحليب ولا بمي ولا إشي، هي أساسها الزبدة، اسمها بسكوت زبدة. إذا وين الطحين اللي زاد؟ هذا هو تقريبا نص كوب. الشيف غشتنا؟ لا، نوع الطحين. تمام؟ يلا هلأ شو بتسوي؟ زيها زي عجينة التارت، لميها شوي وخليها ترتاح أو حطيها بالتلاجة. اليوم الدنيا برد، ما في داعي نحطها بالتلاجة. لما تحطيها بالتلاجة أصلاً بتشد، فشو بتصير؟ طلع كيف من لون الزبدة. فهلأ شو بنساوي؟ خلينا نغير الجلف. صباح الخير يا شريفة. صباح الفل والياسمين. أهلاً وسهلاً بالأمر. كيف حالك يا وردة؟ أنا منيحة الله يخليك ويخلي حياتك كلها مزروعة بالورد. يلا يسعدك يسعد التحيات الحلوة، مثلتينا بوردة الأوركيد الجميلة وأنت الأجمل طبعا. من بعدك يا أمر شرواكي أكيد. الله يسعدك، بحييك على الطبخ الجميل وعلى البهارات اللي بتستعمليها، خاصة بتحطينا في الطبخ الهيل بيلعب دور كتير بالطبخ، يعني بيعطي طعم رائع الهيل. نعم، إحنا مطبخ شرقي فذ والناس بتهابوا برا طبعا الاوروبيين، فانا بحب يعني وبعتز، وبالعكس هذا إشي زاكي فعلا، بيعطي نكهه زاكي كثير للاكل. جميع يعني معظم الاكلات بتدخل فيها هيل، بيعطيها فعلا طعم روعه والله. نعم اكيد ست الكل، اكيد حبيبتي. اهلا وسهلا فيك يا ست شريفه والله يسعد صباحك. حاولي تكون الحبه متوسطه، مش صغيره ومش كبيره. طب احنا بنقول بسكوت، هذا مش حجم بسكوت. الحبه راح تفرش معانا. شو يعني بتفرش؟ يعني بتفرد. مشان هيك خليهم بعاد عن بعض. شوفي يا ستي شو راح نعمل. ها راح اخليهم شوي بعاد عن بعض، اعطيهم وقت بالفرن. الفرن محمى مسبقا على درجه حراره 180، الرف الاوسط بدون مروحه. روحي على المطبخ وجيبي لك اي نوع كاسه، اي نوع، عشان تعملي شكل كتير حلو زي ما احنا راح نعمل. اقلبي الكاسه على وشها وبعدين تعالي اعملي فيها هيك، لا قوالب ولا غيره. كمان مرة يلا رح ألفها من هون عشان تشوفوها. أوكي، بعدين رح نجيب الكاسة ورا بعض على السريع. طبعا لما أنا أضغط لتحت شوي رح تاخد المكان في نفس الصينية بهالطريقة. نرجع نكمل، وصار في عندي بسكوت. خلينا نشوفه أنا وياكم مع بعض. شوفي ما أحلى شكله، بفرش معاي بفرش معاك وبصير حبة بسكوت كبيرة على 180 الرف الأوسط. نكهته كتير زاكي، دسم مش دسم أبدا، شوي قريب من الغريبة كتير زاكي. بعدين رح نجيب الصواني. وشوفي ذكرني بتبع البيبي اللي كنا نشتريه من الصيدليات زمان، إذا بتتذكروا فكرني فيه والله. شوفوا ما أحلى هذا هو. وطبعا لما بطلع من الفرن زي الغريبه، لا تقربي عليه نهائيا. اذا قربتي عليه مباشره شو بصير عندي؟ صراحه بفرط زيه زي الغريبه، فخليه يبرد تماما وبعدين بتحركي. يلا بسم الله. وهيك بسكوتاتنا صارت جاهزة بالشكل النهائي. وللتذكير بشكل سريع جدا عن الوصفات اللي حضرناها أنا وياكم اليوم، سوينا بكاتة الدجاج مع شوية تعديلات بتناسب مطبخنا وذوقنا الشرقي، بالإضافة إلى استبدال الريحان بعنصر الزعتر الأخضر. وكمان أنا وياكم رحنا باتجاه تحضير نوع من أنواع البسكوت، فنجان قهوة سادة الصبح مع حبة هالبسكوت كفيلة بإنها تعطيك طاقة كتير حلوة زي الطاقة الحلوة اللي
بناخذها لما بنطل عليكم وبنسمع اصواتكم. الله يديمكم جميعا ويديم على بلدنا الامن والامان لحتى نضل احنا وياكم دائما بهدات بال. كونوا بامان الله دائما، ديروا بالكم على حالكم، نستودعكم الله والله خير الحافظين لكم. وان شاء الله باذن تعالى اذا عشنا والله اعطانا عمر نشوفكم غدا ان شاء الله تعالى بنفس التوقيت. بدنا نعمل كيكه ليمون مع كمان إشي زاكي، احنا كلنا بنحب كيكات البيض بس بدي اعمل لك الها صوص ليمون كتير زاكي. ديروا بالكم على حالكم، اشوفكم بكره، باي باي.